حياكم الله عزيزي سيدنا. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله خادم الزهرة خادم الحسين الردود على الركابي. حبيبي الله يحفظك، فدوا لك. بشرون عنكم إن شاء الله بخير. الحمد لله بخير بفضل دعواكم. الحمد والله أحببنا نستفسر منك في أمر إن كان وقتكم يسمح. خادمكم أمرني. حياك. لماذا الإمام الحسين سلام الله عليه أخذ معه النساء والأطفال إلى كربلاء؟ هل أراد أن يكون النساء سبي عند يزيد؟ حتى تكمل رسل. سيدنا ممكن تعيد، ممكن تعيد السؤال؟ للإمام الحسين سلام الله عليه أخذ معه النساء والأطفال إلى كربلاء، هل أراد الإمام الحسين رضي الله سلام الله عليه أن يكون النساء سبي عند يزيد؟ ليه ده في ناس بيقولوا ده أكبر انتحار حدث في التاريخ، لأن الشيعة يزعمون أن الإمام الحسين يعلم الغيب، فكان يعلم أن سيقتل والنساء ستسبى والأطفال ستقتل فأخذهم معه وهو يعلم الغيب، فهل الإمام الحسين يكون منتحر عندكم أنتم الشيعة؟ تفضل. جزاك الله خير الجزاء. عزيزي، أول نقطة، إذا نرجع للإمام الحسين عليه السلام، كان ماذا سيحدث في كربلاء ماذا سيجري على بنات رسول الله، وعندما أخذ عياله وأطفاله وأخته زينب وزوجاته إلى كربلاء حتى تكمل الرسالة ويكمل دين آل محمد وأمير المؤمنين. أعوذ بالله، أعوذ بالله، يعني الدين مش هيكمل لما ياخد النساء معاه ويقتلهم، والدين مش هيكمل لما ياخد الأطفال معاه. إحنا عندنا الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم. دين إيه الناقص اللي يحتاج إن الإمام يخرج يضحي بنسائه؟ وإحنا بنبرئ الحسين رضي الله عنه من علم الغيب، ولم يعلم الحسين ذلك وأراد أن يذهب إلى، لولا عبيد الله بن زياد لعنه الله ولعن الله من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بقتله. اللهم لعن من رضي بقتل الحسين حتى وإن كان يزيد. فاللهم إن كان يزيد قد رضي بقتل الحسين فاللهم لعنه لعنا كبير. ماشي، عشان أقفل لك باب يزيد بس. دلوقتي الإمام الحسين أي دين هيقبل إن إحنا لابد إن ناخد معايا النساء والأطفال؟ والدين كمل اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كمل قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم. لا مستحيل. طب ازاي مستحيل والله سبحانه وتعالى يقول هو حضرتك يهودي ولا ايه يا سماحه الردود؟ الله يقول اليوم اكملت لكم دينكم. لا لا انا شيعي، انا شيعي ورافضي حسب حكيكم. نعم نعم. هي رافضيه بترفض القران اهو، رافضيه بترفض الاسلام اهو، انت بذلك رافضيه ترفض الاسلام، ونحن نعلم ان الروافض هم رفضوا الاسلام. طيب يا سماحه الرافضيه، الله سبحانه وتعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، ولم يرضى لنا الرفض اللي انت عليه ده، فما معنى اليوم اكملت لكم دينكم؟ اتفضل. احسنت. هذه الايه القرانيه، وانا سوف اطبق عليك القران مثل ما انت تطبق علي القران من في زمن رسول الله. نزلت في غدير خم. عندما قال الامام، عندما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، قال ان الحسين والحسن سيدين شباب اهل الجنه، صح؟ صح. احسنت. هل الامام الحسين من طلع لاصلاح هذه الامه كان خطا من الحسين؟ طيب انت قلت دلوقتي الدين كان ناقص وخرج الامام الحسين لاكمال الدين، ايه اللي كان ناقص الامام الحسين هيخرج يكمله؟ كان يزيد بن معاويه لاعب القرده، رجل سكير، كان يحكم الدوله الاسلاميه، شو تريد يعني؟ ايوه جميل. انت بتقول لي يزيد كان بيقعد يجيب القرود ويقعد يلعبهم ويمسك القرد ده، نط يا قرد من هنا والقرد ينط الناحيه الثانيه، يمسكه يزيد من هنا وبعدين يقول لهم هاتوا لي الخمر ويشرب الفيلم الهندي اللي بنسمعه على طول من المعممين والرواديب. طيب فالامام الحسين خرج عشان يمنع القرود بقى، والقرود ما يتلعبش بيها، المفروض القرود بتروح للسيرك او بتروح في حديقه الحيوان. فبعدين الامام الحسين خرج عشان القرده وكده. طيب الامام علي سلام الله عليه، عمر في دين اغتصب فرج بنت الامام علي، والروايه في كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكولاني وصححها المجلس في مرآة العقول، وقتل الزهراء وقتل محسن، اسقط الجنين وكسر ضلع الزهراء وعصرها بين الباب والحائط، ووضع الحبل الاسود في رقبه الامام وجر كالجمل المخشوش، والامام سكت حفاظ على البيضه على بيضه الاسلام، فلماذا الامام علي لم يقاتل؟ دقيقه 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 دقيقه، الامام علي هنا لم يسكت إلا كانت وصية من رسول الله فقط.
طيب جميل، ما هي دي مصيبه برضه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه واله وسلم قال له يا علي اغتسل وفرج ابنتك واسكت، ويقتلوا زوجتك واسكت، ويا علي هيقتلوا محسن واسكت، هيكسروا درع زوجتك واسكت، هيجروك للبيعه كالجبل المخشوش واسكت يا علي على كل ده. اما الحسين ما ينفعش يسكت عن القرده، القرد اللي بيروح هنا ويجي هنا وبيتمسك، فما ينفعش الحسين يسكت عن القرود. هل القرود في دينك اهم من قتل الزهراء؟ القرود في دينك اهم من الزهراء ومن محسن ومن ام كلثوم ومن جر الامام للبيعه كالجبل المخشوش؟ شفت ليش اذا نرجع على عمر بن الخطاب فهو أقلك كده، نرجع على عمر بن الخطاب فهو سرق أرض فدك من الزهراء. لا 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 لا، دينك بيقول اللي سرق أرض فدك ليس عمر، بل اللي سرق أرض فدك هو أبو بكر. وده كتابي كما ترى أيها الجمهور الآن، عزيز الجمهور ترى هذا كتابي، كتابي اسمه فدك بين السنة والشيعة. استنى يا سماحة الأدون، بكلم الجمهور بس، هوري الجمهور الكتاب علشان يعرفوه. خلينا نعمل دعاية. هذا أيها الجمهور كتاب فدك بين السنة والشيعة، كتاب لرامي عيسى. أتمنى من الجمهور يبقى يقرأ الكتاب دوت، والكتاب موجود بدي إف على النت إن شاء الله. موضوع فدك إحنا رددنا عليه يا سماحة الرادود. قل لي الآن ماذا استفادت الأمة، وبين للجمهور ماذا استفادت الأمة من خروج الإمام الحسين. تفضل. وهل كان عمر بن الخطاب وعثمان وأبو بكر هم مو أصحاب السقيفة؟ ماذا استفادت الأمة من خروج الإمام الحسين؟ تفضل. ماذا استفادت؟ نعم، لإصلاح، أو أنت بتقول خرج لإصلاح دين جده. خرج، إيه اللي اتصلح الأمة بعد خروجه؟ ولعن الله قاتليه، إيه اللي اتصلح؟ ولا زال دين محمد مستقيم من زمن الإمام الحسين عندما يزيد بن معاوية. أيوة، المهم أنت بتقول خرج علشان ياخد الخلافة من يزيد بن معاوية، لأن الإمام الحسين إمام منصب من قبل الله. طب خرج الإمام الحسين، هل أصبح خليفة؟ لا، قتل. طب الإمام اللي بعده زين العابدين، هل أصبح خليفة؟ لا، ده بايع الإمام، بايع يزيد. الإمام زين العابدين وهو أفضل من يزيد، ما في مقارنة بين زين العابدين، هذا العابد الساجد التقي النقي اللي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زين العابدين. ما احنا عندنا أهل السنة والجماعة هو أفضل من يزيد. طيب زين العابدين رحمه الله هل أصبح خليفة؟ لا، ده انت بايع. حتى المعلم أحمد سلمان لسه ليه مقطع فيديو بيقول لك بايع رضخ وبايع يزيد. فحتى بايع يزيد، يبقى الأمة استفادت من خروج الإمام الحسين اللي انتوا كل يوم تعملوا لنا عاشوراء كل عام وتلتموا وتندبوا. استفدنا ايه من الخروج الحسين؟ السلام لم يبايع يزيد. اسمح لي، اول شيء الامام الحسين عليه السلام لم يبايع يزيد. انا لا اتكلم عن الامام الحسين عندما خرج الى كربلاء قال هذه الكلمه، قال هذه الكلمه: ان كان دين انا خرجت لاصلاح امه جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمه ناس ينقلها زعيمكم ابن تيميه ومروج الذهب وابن الاثير، وتنقلها الشيعه كذلك من بحار الانوار والى اخره. خلصت اجيبك؟ ليش ليش جاي تدور بهاي السوالف؟ شنو شدك بيها؟ والله انا بدور بهذه السوالف علشان انتم لطامه زحافه بتقتوا في يوم عاشوراء تلتموا وتزعموا ان الامام الحسين يعلم ذلك. بس سؤال، ايش اللطامه؟ زين ايش يعني، ايش موضوع اللطامه غاثينك؟ يعني هو اللي يبكي على الامام الحسين، هذا الامام ابو الامه، الامام صاحب العصر والزمان، الامام الحجه، يقول لأبكين عليك بدل الدموع دما. طيب قول له خليك في خيبتك، قول له خليك في خيبتك وانت خايب وهربان بقالك 1200 سنة. قول له اقعد خليك في خيبتك ابكي دم على الحسين وانت هربان بقالك 1200 سنة، سايبنا نحن الشيعة نكفر بعض ونلعن بعض. زرت بالسؤال، انت ليش حرق قلبك؟ ليش قلبك محترق؟ لان الله سبحانه وتعالى، اقول لك حرق قلبي ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قال اليوم لان الله سبحانه وتعالى قال نسيت الآية، والله كنت أقول لك إيه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فأنا أحرك قلبي علشان عايز أخرجكم الضلال اللي أنتوا فيه. تاني حاجة، الله سبحانه وتعالى قال الذين إذا أصابتهم مصيبة لطموا، طبروا، تطينوا، مشوا على الجمر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دول ليهم ثلاث هدايا، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ما قالش نلتم ونلعن ونسيب. صلى الله عليه وسلم ما كان يبكي على الحسين؟ مين؟ وهل نسيت موضوع القارورة؟ يا علم حديث القارورة، وهل نسيت أمهم عندما بكى على الإمام الحسين وقال للزهراء؟ نعم وياك.
طب اسمع اسمع، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان كل عام بيبكي على الحسين ويعمل مجلس ويقعدوا يلتموا؟ تاني حاجه هتنزل معك، النبي بكى على الحسين، انتوا بتبكم، انتوا بتلتموا، انتوا بتندبوا، انتوا بتطبروا، من اول من طبر على الحسين؟ انت دلوقتي اذا ما انطبر بما بعد ما انطبر بمقامات الحديد، بعد انطبر بنعال المشاية، يعني انتوا الايام الجايه ممكن العام القادم فعلا كما قال هذا التويرجي الهالك ان انتوا ممكن تطبروا بالنعال. وانا عرضت فيديوهات كثيرة وأنتم تتبرون بالنعال يا سماحة الردود، والله يعني في فيديوهات كثيرة وأنتم تتبرون بالنعال. أنا بس أنا بسألك بس سؤال، قلبك هل النبي محترق علي من أنت؟ نعم أنت محترق هسه علي من محترقنا نحن نلطم ونبكي. توعدني الآن أنك لا تطبر مرة أخرى أمام الجمهور، قل لي أعدك ألا أطبر. أني أنا ما وعدك لو تطخ راسك بربع حيطان. أفا أنا أبو علي الإمام الحسين قدم عياله وأطفاله ودماءه وقدم كل ما يملك، تريدني أنا قطرة من دم ما نزل من رأسي على الله عليك؟ نفس عقيدة نصارى الفلبين. اكتب بعد الحلقة أخي الحبيبي الآن تطبير نصارى الفلبين، لولا إن الشعب يبلغهم دماء وكده كنت أنت ترى هذا في قناتي وجايبه. نصارى الفلبين يقول لك المسيح قدم نفسه وصلب الإمام المسيح، فأنا لابد أن أقدم، وبيضربوا بالزجاج بنفس البتاع التطبير اللي بيعملوه دوت كده على ظهورهم حتى تسيل الدماء، ويقول لك إيه مواساة لدم المسيح سلام الله عليه السلام، مواساة لدم الرب بقى، وأنتم مواساة لدم الحسين. طيب هل أنت تحب الحسين أكتر من ولده زين العابدين؟ هل زين العابدين طبر على الحسين؟ أجبني يا ردود. وعندما كان الإمام زين العابدين عليه السلام، وكيف تنظر إلى الرواية إلى يجوز كشي سوى الإمام زين العابدين بذاك الوقت؟ شنو استبعد من عنده؟ هات لي دليل إني أتحداك إن زين العابدين طبر على الحسين. أنا عندي دليل إنه زينب عليه السلام ضربت رأسها بالهودج عندما شافت أخيها الإمام الحسين. لا 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 ما هو حتى الشيعة أصحاب ولاية الفقيه ردوا على الرواية دي. هل آل البيت ينطحون؟ يعني أنت ترضى أن أمك تطلع تنتح دماغها دلوقتي؟ مش اللي بينتح دي الثيران والخراف، إن السيدة زينب تطلع وقامت السيدة زينب ماسكة هكذا، يعني أكن التربة القربلائية دي عزيزي المشاهد هي البيتها، وقعدت تنطح في دماغها كده وتنطح في دماغها لحد ما الدم نزل. فهؤلاء اللطامة المطبرة الزحافة بيستدلوا بذلك الرواية الضعيفة الطاعنة في آل البيت على جواز التطبير على الإمام الحسين. ما تقول لي الرجالة عملت ايه؟ من الأئمة؟ هل الإمام جعفر الصادق اللي مكذوب عليه هذا التراث المجوسي طبر أو أمركم بأن تطبروا على الإمام الحسين؟ أتحداك أن تثبت لي أن الإمام جعفر الصادق أو أي إمام طبر. دقيقة. إذا أنت تعتبر أن هذه الرواية ضعيفة فهذه نظريتك، اما لا, لا 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 ليست نظريتي يا حبيبي، اللي ضعفها اسد قصير. لو تحب اسمعك المعمم اسد قصير. انا جاي لك زينب، خلي بالك يمي لا تخلط بالموضوع، جاي اقول لك انا عندي فتوى من مولاتي زينب، فتوى هنا عندما رأت أخيها الإمام الحسين تنقل الرواية أنها أصابت رأسها في حمل الهودج. ما أنا عارف ضربت رأسها السيدة زينب عندكم في دينك، وقلت لك الرواية دي ضعيفة حتى أصحاب المدرسة ولاية الفقيه بيضعفوا هذه الرواية، المدرسة العرفانية اللي هم ضد التطبير بيقول لك هذه رواية ضعيفة ورواية تطعن في آل البيت، آل البيت ليسوا ثيران أو خراف. ده حتى والله أنا بقول يعني أنا أخالف أصحاب ولاية الفقيه دول، أقول لهم الثيران ما بتفعل ده. أنا عمره ما شفت خروف بيروح ينطح رأسه في الجدار وحتى يسيل الدماء منه، ما شفتش خروف بيعمل كده. بتتهم السيدة زينب رحمها الله ورضي الله عنه إن هي فعلت ذلك على الإمام الحسين رضي الله عنه، كفاكم طعن في آل البيت. طيب السيدة زينب كانت بتلبس خمار، ممكن تخرج لنا أنت بقى في عاشوراء تلبس خمار وتكون مقتديا بالسيدة ليش زينب؟ ليش ما سوى هذا الشيء؟ ليش ما سوى هذا الشيء؟ أريد أعرف مثلا، أعطيني جواب، ليش ما سوى هذا الشيء؟ يعني لأن الله سبحانه وتعالى هسا أنت إذا أصابتك مصيبة، دقيقة، هسا أنت إذا أصابتك مصيبة بالبيت، لا سمح الله ماتت أمك أو أختك لو هذا، إيش راح تسوي؟ تباوع عليها؟ لو تلطم على وجهك؟ لو تبكي؟ لو شو تسوي؟ لا والله ما بعملش كده، أبويا مات الحمد لله ما لطمتش على وجهي ولا حاجة، أنا لو أصابتني مصيبة بمتثل لقول الله تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لا نلتم ولا نطبر. حتى الرواية، حتى أنت عندك إن الحسين في مستدرك الوسائل، الكتاب اللي ورايا ده هو في كتاب مستدرك الوسائل وفي وسائل الشيعة، قال الإمام الحسين في وسائل الشيعة لزينب: يا أختاه، إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها ولا تشقي علي جيبا ولا تدعو علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت. الإمام الحسين اللي طلب ذلك من زينب. دقيقة، أنت قلت لي على الروايات. دقيقة دقيقة، احنا ناس مجانين بالحسين. شتري تحكي؟ اي والله انتم مجانين فعلا. شتري تسوي؟ شتري تفعل؟ شتري تقول؟ شتري تسقط؟ احسب مثل ما تريد انت. احنا ناس هيام عشق جنون هي الحسين. اي والله، ما انا معاك اصلا. اللي بيضرب عقله ده مش صح. انا عارف ان انتوا بتاخدوا مخدرات، انا سمعت والله ان بتاخدوا بعض البرشام علشان ما تيجوا تضربوا ما تحسوش. انا شفت واحد بيطبر دماغه بتعمل كده. والله ايها الاكرم، لولا الخوف على القناه والله لا رفعت هذا على قناه اليوتيوب. بصوا، المخ مفتوح من هنا كده، والمخ بيعمل كده، بيتحرك من جوه من كثره التطبير، يطبر تطبير سبحان الله. هل انت طبرت على طبرت يا سماحه الرادود؟ انت بتطبر؟ يعني ما انت تطبر؟ نعم. وبتمشي على الجمر؟ لا ما امشي على الجمر. انت لا تحب الامام الحسين؟ لماذا لا؟ الذي قدم ابناءه، لماذا لا تمشي على الجمر حتى تقدم قدمات فدوى للامام الحسين؟ كل شيء له خدمته، كل شيء اكو شيء تقدر عليه تقدمه للحسين. قدرت اطبر راسي طبرت، قدرت الطم الطم. هذا مستواي، هاي امكانيتي. ممكن يا سماحة الردود علي، مو الا انه ما احب الحسين ما اسوي هذا الشيء. طب سماحة الردود علي، ممكن تضرب نفسك بالنعال على الامام الحسين كما طبر البعض بالنعال؟ ها؟ ممكن تطبر بالنعال كما يفعل البعض حزنا على الامام الحسين؟ وهل الامام الحسين لا يستحق هذا؟ لا، يعني انت ممكن تضرب، يعني ممكن اديك نعالي تطبر بيها؟ باسم الامام الحسين؟ نعم. او شو تريد اسوي لك باسم الامام الحسين؟ مستعد. يعني ممكن تاخذ نعالي وتطبر بها على وجهك حزنا على الامام الحسين؟ على الحسين لو عليك انت يا الزايحة. شكرا. انا اسمي رامي عيسى، وبقول لك يا سماحة الردود، فانت احترمني زي ما بحترمك. وانت الان في القناة لا يجوز. لا محترمك، يعني محترمك. طيب، انت جاي تدور مواضيع. لا لا، انا ما بدورش مواضيع، انا بس كنت عايز اعرف ان انت توافق. سبحان الله، يعني اهانوا على الله فتركهم، خذلهم فتراهم مهانون هكذا. طعنوا في عرض محمد اتهانوا، طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، طعنوا في الصحابه فتشوفهم متهانين. يطبر بالنعال على وشه، ياخد نعالي ويقول لي عشان الامام الحسين اخد النعال واطبر على وشه. هل امرنا الامام الحسين؟ والامام الحسين فين الان؟ شهيد سعيد، سيد شباب اهل الجنه، في الجنه الان. وده ماسك نعال رامي عيسى وقاعد يطبر على راسه وراس اللي ولا بلاش، قاعد ياخد النعال طب هل الامام الحسين بيسعد يا سماحه الردود ما انت تطبر بالنعال؟ الامام الحسين بيسعد؟ شلون لا يا سيدي، هذا حساب ثاني. خليني اكتب. شلون هل الامام الحسين بيكون سعيد لما بيشوفكم بتطبروا؟ سكت. اذا انا عندي امام معصوم اللي هو مفترض الطاعه صاحب الزمان يبكي دما على امام. لا لا لا، ده واحد جبان هربان بقاله 1200 سنه. سيبك من دوت هربان وخايف من الشمس. وقف من الجبال. الامام المهدي هربان؟ والله هربان. والله انا قلمي هذا ينفع اكثر من امامك، قلمي اللي في يدي امام الجمهور الان ينفع اكثر من امامك. انا اريد دقيقه، انا اريد مولاي صاحب الزمان اقسم عليه بحق جد الامام الحسين اللي يتقطع وذرا وذرا، اريد اكون ياخذ ويشوفك شنو هذا الشخص اللي كان هاربا او هو حسب. حاشا ان يكون في هذا المقام. انت بتخوفني، يكون في هذا المقام. بتخوفني بشخصية خرافية؟ ده خرافة. بتخوفني بشخصية خرافية؟ اي هو انت هم هذا، هاي دبتكم، هاي ملتكم. انتم مله اهل السقيفه، انا ما لازم اغسل ايدي من عندكم. طيب تعال بس اثبت لي، انت دلوقتي عجزت ليه؟ اثبت لي امامك المهدي انه موجود. ده خرافه. موجود
خراف. ماذا استفادت الأمة من غيبة إمامك المهدي 1200 سنة؟ اللهم اللهم عجل لوليك الفرج. يعني أجداد أجداد أجدادك يا علي، أجداد أجداد أجدادك كانوا كل شوية يقولوا اللهم عجل لوليك الحجة محمد بن الحسن. أجداد أجداد أجدادك بقالهم مئات السنين بيقولوا اللهم عجل لوليك، ما بيخرجش لأنه خرافة والله خرافة، وأنت عايش في خرافة. فأنا بفوقك فوق يا حبيبي. تدري شوف انا تدري هسه حاليا ما جاي احكي وياك، تعرف ليش؟ لان جاي اخذك على قد عقليه عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر. مش عمر دعس دينك، مش عمر دعس المجوس مش هقول دعس الامام علي سلام الله عليه، لا 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 عياذا بالله. انتوا بتقولوا ان عمر ضرب الامام وجره للبيع وحاجات من دي، لا لا لا، انا اقصد دعس دينك. انا بس عايزك بدون سب قول لي استفادت الامه ايه من امامك المهدي؟ والله الامه قد تكون استفادت من رامي عيسى اكثر من السيد حيدر. انا السيد حيدر المساوي، الامه استفادت مني انا رامي عيسى اكثر من امامك المهدي والله. انتظر انتظر ان شاء الله جاي قريب 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 ان شاء الله قريب. ما هو كله بيقول قريب لحد ما جه الخميني وعمل بدعة ولاية الفقيه واختصب كل صلاحيات امامك الهربان، وقال لك الامام ممكن يغيب مئات السنين بل ممكن يغيب الاف السنين، هو اخذ الولاية المطلقة ببدعة ولاية الفقيه. انا عارف انت مش فاهم انا بقول، انت بس شاطر في اللطم والتدبير، لا فاهم يعني ايه ولاية فقيه ولا ولاية سفيه ولا حاجة. المهم يا ابني فوق من اللي انت فيه، لان امامك هربان والكلام ده كله هطل وكذب. والله ما فيش امام اصلا، والله ما في امام اصلا غايب لو بعد 1000 سنة لعد اذا كان هرمان. هاي نظريتك انت غير، بس انا نظريتي تختلف. طب لو ظهر وانت ميت هل هترجع للدنيا تاني؟ امنيتي اكحل عيوني بشوفته يا وما ترجع للدنيا تاني. ما هو الرجعة وقد بالاتراب اقدامه، بس لو رجع انا هقتله. انت تقتله؟ لا. مالك انت بتضحك كده ليه؟ تعرف ليش؟ نعم. لان انت جاي تضحك على روحك. والله انت عارف مين اللي هيقتله؟ والله العظيم انت عارف مين اللي هيقتله اصلا؟ تعرف مين اللي هيقتله؟ مو هيقتل في الاخر والله. اما اجدادكم. لا والله مين اللي هيقتله؟ اجدادكم. وده سعيدة التميمية اللي هتقتله في دينك والله. اسمع بس اللي هتقتله هعلمك. هات الطريق هات الطريق هات هات اللي عندك ده، هاته يا علي هات يا علي. والله اللي هيقتل امامك المهدي واحدة اسمها سعيدة التميمية، امرأة بلحية. يخرب بيتكم في مرأة بلحية. والرواية ذكرها المجلسي في كتاب بحار الانوار ان اللي هتقتل امامك المهدي امرأة بلحية تسمى سعيدة التميمية. ده مش بحار الانوار، مرآة العقول. انت تعرف كده والله امامك يا ملتكم. انا قلت تبري باع شوف انتم باع المله مالتكم تدري منين تمشي؟ تمشي من عائشه الحج عده. نعم رضي الله عنها، عائشه المطهره اللي براها الله من فوق 7 سماوات في كتابه الكريم. اما نرجس ام امامك المهدي الله اعلم كان بشر النخاس بيعمل معاه ايه. انت حاول تراجع كتبك كده وتشوف بشر النخاس كان بيعمل معاهم ايه. وانت مفكر ما تتعب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اول شيء مولاتي نرجس خاتون سلطانه عليك وعلى سلطانه نرجس خاتون. خاتون يعني نصرانيه ولا ايوه ولا نصرانيه نرجس خاتون صح؟ نصرانيه سلطانه على راسك وراسك. طيب طيب لو هي سلطانه هي إيه عملت لي الامه؟ الراجل بشر النخاس ماذا فعل معها؟ ها شكله سكر. سكر. لا تعالى مش هسيبه مش هسيب لك فرصه صراحه. فرصه عايز تكبر بن علي رامي عيسى، عايز يتبر بن عال رامي عيسى كنت تتأدب مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أنا متفق في البرنامج هتجيب سيرة أم المؤمنين عائشة، هتجيب سيرة نرجس. مش هيرد خلاص خلاص. هما دول رواديد الشيعة، هما دول اللي بيلطموكم يا شيعة. علي الركابي ده أهو ده ردود مش عارف بيلطمكوا على إيه، وأنتوا بتقبلوا منه إيه؟ اللطم اللي بيفعله صح تقبلوه منه يا شيعة؟ إيه اللي قاله صح في كل الاتصال؟ ترضى شيعة تبر بن علي؟ ترضى شيعي تفعل كل ما قاله الآن وتفعل هذا باسم حب الحسين؟ يعني الحسين شهيد سعيد في الجنة الآن ويفعل وأنت تفعل هكذا؟ يا الله نسأل الله أن يهديهم يا رب. كان معكم الردود الشيعي المسمى بعلي الركابي.